بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء أعزاء، أسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن. وأسأله عز وجل أن يعيننا على كل خير، وأن يبارك في جهودنا وأعمالنا جميعا، وأن يحفظ علينا وقتنا، وأن يعمره بما يرضيه، وأن يعيدنا وسائر المسلمين من كل ما يغضبه سبحانه، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، عنوان المحاضرة حفظ الوقت وأهميته، مما لا يخفى على كل ذي لب وكل ذي أدنى مسكة من علم وبصيرة أهمية الوقت، وأن الواجب حفظه حتى يشغل بما ينفع وحتى يسلب مما يضر. ومن تأمل الكتاب العزيز والسنة المطهرة وكلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء بعدهم علم أهمية هذا الأمر، وحرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدهم على حفظ الوقت. والله جل وعلا إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له بضاعة الأوامر وترك النواهي، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة تحتاج إلى علم وإلى بصيرة بأصولها وأنواعها وتفاصيلها وأدلتها، ولا سبيل إلى القيام بذلك إلا بحفظ الوقت. فمن أضاع وقته ضاع عليه عمره، وضاعت عليه العلوم، وضاعت عليه المناسبات التي يحصل فيها الأكياس الخير الكثير. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن كانت أقواله محفوظة وأعماله وأقواله مكتوبة كيف يضيع الوقت؟ القول محفوظ والكتاب